أنا أقرأ القرآن من المصحف وأبذل جهدي في عدم الغلط، ولكن قد تحصل مني أغلاط وأخطاء، فما هو حكم ذلك؟ لا أثم عليك إذا قرأت واجتهدت وحصل منك خطأ من غير قصد، فلا إثم عليك، ولكن حاول أنك تصحح القراءة وتقرأ على من يحسن القراءة علشان يجود لك القراءة ويعلمك القراءة الصحيحة، حاول، وإذا لم تستطع تقرأ على حسب مجهودك. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة. نعم.